عين على الديمقراطية الجمعة في الأوقات التالية. سياسة واشنطن في عيون خبرائها، سياسيون باحثون أمريكيون وشرق أوسطيون يلتقون في الجهات الأربع في حوار حر مع حسين جرادي. الجهات الأربع، طريقك إلى فهم السياسة الأمريكية. جرعتك معي يوميا، أنا جورج شويري، فقط في 8 دقائق. الشباب لحماية الشباب من خطر المخدرات، مبادرة من بين حلول كثيرة خاصة في الوقاية وعلاج المدمنين على المخدرات في المنتدى العالمي الأول للشباب للوقاية من المخدرات في العاصمة الإماراتية أبوظبي. المنتدى والذي يقام لأول مرة في الإمارات بمشاركة شبابية ودولية وعربية واسعة يهدف إلى نشر التوعية حول الإدمان بين فئة الشباب. مصطفى سكحال تابع جانبا من المنتدى وعاد بالتقرير التالي. نفيد إقبال من باكستان وعبد الباري أحمد زاي من أفغانستان قطعا مسافات طويلة للوصول إلى أبوظبي وعرض تجاربهما وتبادل المعارف مع نظرائهم في المنتدى العالمي للشباب للوقاية من المخدرات. من وحي قصص مدمنين داخل مجتمعاتهم يقول لسان حال هؤلاء إن مبادراتهم ستنير عتمة طريق مظلم، طريق المخدرات. نحن نعمل على صعيدين مختلفين في مكافحة المخدرات في باكستان، أحدهما الوقاية وثانيهما العلاج. نحاول التغلغل داخل المجتمع كما ننشر الوعي في أواسط الشباب في الثانويات والجامعات على هذه القضية. معلوم أن المجتمع الأفغاني متأثر جدا بالإدمان على المخدرات، ونحن نعمل بمبادرات خاصة منا وعبر الجمعيات لأجل تقديم يد العون إلى المدمنين وأيضا تحسيس الناس بمخاطر الإدمان. زيادة في عدد المدمنين ومحاولات غير مجدية للحد من الطلب المتزايد على أنواع المخدرات في كثير من دول العالم، هذا ما كشفت عنه نقاشات القادة الشباب، حيث الاعتراف بالصعوبات في الخدمات العلاجية والوقائية ونقص الكادر المدرب لمهنيي علاج الإدمان كان العامل الأبرز. بعض من الصعوبات التي تواجهنا في مجال الوقاية من المخدرات في الولايات المتحدة هي أن الشباب هم ليسوا فقط قادة المستقبل، ولكن عليهم العمل اليوم، ولذلك نحتاج إلى الاجتماع وتبادل الآراء والحاجة إلى مزيد من تدريبهم والممارسة للوقاية من الإدمان. نحن في دولة الإمارات يعني المركز منذ إنشاء لحد الآن الحمد لله استطعنا علاج ما يقارب من أكثر من 2000 إلى 3000 حالة. طبعا مو بمعنى ان شوفوا من العلاج، المرض الادمان مرض مزمن مثل امراض السكري وضغط الدم وغيرها، لكن هذه الاشخاص اللي تواصلوا معنا في المركز ونحن عندنا برامج علاجيه نتابعهم. تجمع شبابي عالمي كان بمثابه الدليل لعلاج الشباب المدمن، لكن الفجوه بين هؤلاء واقرانهم المدمنين لا تضيق الا بتحالف جميع الاطراف في المجتمع كافه. مصطفى سكحال لليوم على الحره ابو ظبي. وينضم إلينا في الاستوديو دكتور علي حميد اختصاصي الطب النفسي في مجموعة دبي الطبية، أهلا بك يا دكتور معنا في اليوم على الحرة. وبداية الشباب لحماية وتوعية الشباب من خطر المخدرات، كيف تقيم مثل هذه التجارب والمبادرات خاصة مع التحديات التي تواجه هذه الفئة من خطر المخدرات؟ الحقيقة هي تعتبر بادرة طيبة وحسنة جدا، و الأماكن التي جربت فيها مثل هذه الممارسات في أفغانستان، أنا أعرف أنه أكثر من 65 ما يسمى دروب إن سنتر في أفغانستان تقوم بعملية التوعية ونشاطات بث المعرفة ومساعدة الناس واستقدامهم إلى مثل هذه المراكز دي ومساعدتهم على موضوع الإدمان. احنا احيانا نسميها منظمات المجتمع المدني، وعندنا ايضا في العراق مثل هذه المنظمات تقوم بحملات موازيه للحملات الرسميه او للجهات الرسميه، مثلا منظمه اسمها شباب المستقبل او اطفال المستقبل، الحقيقه قامت بجهود طيبه جدا بحملات توعيه، محاضرات، طبع منشورات، الوصول الى ريتش اوت، يعني الوصول الى المجتمع
بمختلف أرجاء في من خلال التحدث بمحاضرات، استخدام خبراء للحديث عن مخاطر المخدرات في الجامعة، في المدارس، أيضا من خلال المساجد والحسينيات. هذه الحملات الحقيقة رغم محدوديتها وبساطتها، لكنها تؤشر وتمثل ثقل مهم جدا، وتمثل أيضا اهتمام المجتمع المدني بمثل هذه الظواهر، لأنه أحيانا الدوائر الحكومية والرسمية قد تكون محدودة أحيانا، وأحيانا القوانين والتشريعات لا تزال تنظر إلى موضوع المدمن على أنه خارج عن القانون. ولهذا الجهات الرسمية التي تتعامل مع المدمن هي جهات القضاء، الشرطة. دكتور علي، نقطة مهمة أخرى جدا، وهي عن التحديات والصعوبات التي تواجه قطاع الخدمات العلاجية والوقائية ضد المخدرات. كيف تقيم هذا القطاع وما الذي يحتاجه الآن؟ مثل ما ذكرت قبل قليل، حتى نعزز هذا القطاع، حتى نعزز إمكانيات المصحات والمستشفيات والأطباء العاملين في العيادات الخارجية وفي مراكز الرعاية الصحية الأولية، حتى نعزز إمكانياتهم للتعامل مع هذه الحالات، نحتاج إلى تدريب، نحتاج إلى دعم، نحتاج أيضا إلى تشريعات، نحتاج إلى اهتمام حقيقي بهذا الإنسان المبتلى المدمن، واعتباره إنسان قابل للإصلاح. نعم، مثل ما ذكر الأخ أنه الحالة قد تكون مزمنة وتحتاج إلى فترة طويلة يمر المصاب خلالها بانتكاسات عديدة، لكن يبقى هو إنسان لا يجب أن يعامل على أنه مجرم. مع الأسف أحيانا بعد ما يخضع لفترة التأهيل يخرج إلى المجتمع بدون عمل، لأنه لا يقبل به أحد، وعليه أن يمضي فترة غير قصيرة حتى يثبت حسن نيته وحتى يثبت براءته من هذه الوصمة حتى يقبل بوظيفة. دكتور علي، يعني أبرز الخطط والوسائل المتبعة لحماية هؤلاء الشباب من خطر الوقوع في براثن الإدمان؟ والله بالتأكيد هذه المقولة المشهورة، الوقاية خير من العلاج. التوجه نحو المجتمع، نحتاج إلى حملات هادفة حقيقية جادة، تستقطب الخبراء، تستقطب رجال الدين، تستقطب كل قائد مجتمعي حتى يقوم بدوره ويتحدث عن هذا الموضوع، لأنه مما يؤسف له الخطر المحدق كبير، عدد الإصابات وعدد الحالات اللي نشاهدها في ازدياد مضطرد. مما يؤسف له أنه الحملات المضادة أو الحملات الوقائية هي دون المستوى المطلوب بكثير. طيب بالنسبة، يعني ما هي نسبة علاج الشباب المدمن حاليا برأيك، وفي المقابل احتمالية عودة هذا الإدمان مرة أخرى؟ بالتأكيد الإدمان مرض أو حالة مزمنة تتصف بالانتكاسات. الإنسان قد يتوب لوقت من الزمن وقد ينتكس، وقد يحتاج الإنسان إلى فترات طويلة جدا من العلاج والتأهيل. تدخل الأسرة، تدخل المجتمع، قبول هذا الإنسان، نعم أعداد كبيرة من الشباب تقبل على العلاج وتطلب العلاج أحيانا، لأنه الكثير من الأقران يصابون إصابات خطيرة، يموتون أحيانا بسبب هذه الجرعات السامة اللي تكون مخلوطة مع المخدرات، فقد تمثل لهم بعض الردع او بعض او تخلق عندهم بعض الدافعيه لطلب العلاج الرسمي من الجهات الحكوميه او العيادات. وسيله ردع مهمه جدا التربيه، الاسره. يعني بالتأكيد. دور الاسره واهميه دور الاسره في حمايه الشباب من الوقوع في براثن الادمان. اهم دور للاسره ان تراقب الشاب وتراقب مع من يسير، احنا نسميها البير افكت، يعني تاثير الصحبه، تاثير الاقران. فالعائله التي تهتم بابنائها وتريد تحافظ عليهم بشكل حقيقي، عليها أن تراقب أبنائهم وتراقب مع من يصاحبون، لأنه الصحبة السيئة مما يؤسف له هي أحد أسباب الإصابة وأحد أسباب الانتكاسة أيضا. فنضمن العلاج الرسمي والطبي معروف، بس لكن في مؤشرات بتبين ممكن الأسرة تاخد بالها أنه ابنها في مرحلة خطر. أكيد إذا كانت الأسرة مترابطة والأب والأم يتحدثون مع أبنائهم ويشاهدونهم أكثر من مرة خلال الأسبوع، مما يصف له أنه بعض الشباب يدخلون في آفة الإدمان ويصلون إلى حالات متقدمة والأسرة لا تعلم. طب ويأتي المريض أحيانا يطلب العلاج من الطبيب
دون علم أسرته على الإطلاق. طب وكيف يكون التصرف إذا ما تم الاكتشاف أن الشاب مدمن بالفعل؟ طبعاً تدخل العائلة ضروري جداً. إحنا في عياداتنا ما يعني لا نعالج المريض أياً كان عمره بدون تدخل الأسرة، لأنه تدخل الأسرة بالتأكيد فيه ضمانة للعلاج، فيه ضمانة لعدم إساءة استخدام العلاج، لأنه قسم من الأدوية اللي نستخدمها تسمى مؤثرات عقلية، وقد يساء استخدامها إذا ما أخذت بجرعات زائدة فقد تؤدي إلى نتائج عكسية. تدخل العائلة هو ضمانة حقيقية لضبط العلاج ولضبط سلوك المريض، حتى هو تحت طائلة العلاج يحتاج أن يراعى مراعاة خاصة، ويحتاج أن يقبل من الأهل، لا يرفض ولا يعامل كمجرم. مهم جدا يعني الوصول إلى نتائج يعني في العلاج. أشكرك شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات الدكتور علي حميد، اختصاصي الطب النفسي في مجموعة دبي الطبية. شكرا لوجودك. شكرا لكم. مشاهدينا بعد الفاصل، منير وأحلامه ومحاولة لتحويل جزيرة الذهب إلى متحف مفتوح مع أسامة من القاهرة. طيبة. كشف مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأمريكية للحرة أن وزير الخارجية الأمريكي جون كيري أكد لوزير الداخلية السعودي محمد بن نايف استمرار التزام بلاده بإزاحة الرئيس السوري بشار الأسد. وأوضح المسؤول أن كيري وبن نايف ناقشا الملف السوري والمحادثات الجارية في جنيف، ودعم البلدين المعارضة وقلقهما حيال المجموعات الإرهابية التي تستخدم الصراع السوري للترويج.